خرج المئات من أبناء مدينة الحديدة في مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها حملة 11 من فبراير ثورة ضد الفساد للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق وتشكيل حكومة تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين. وجابت المسيرة التي تأتي ضمن التصعيد الثوري للحملة جابت عددا من شوارع المدينة بالتزامن مع مسيرات شهدتها محافظات أخرى، تأكيدا لاستمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كافة مطالب الحملة.